للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. وفي هذا البرنامج يعني نفتح أبواب التواصل معكم لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. كل التحية لمخرجنا أيمن سرحيل، وعندنا في التنسيق اليوم المبدعة دائما منو؟ ميرا الغفلي. وهذا صوت منو؟ صوت دكتورة ندى الملة. ندى الملة، صبحك الله بالخير دكتورة. صبحك والله بالنور والسرور في يوم الأحد اللي يحبه كل أحد، وإن شاء الله يكون أسبوع جميل وإيجابي وتتفائلون فيه أول يوم في الأسبوع، وباقي من الزمن أسبوعين إن شاء الله على العيد. الله يعود علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. أول وحدة عايت بالعيد أنا. آمين يا رب. بس ما أدري، أنت دائما مستعيلة دائما. هذا أيمن وميرا يقولون شكرا دكتورة. قبل رمضان بشهر تقول لكم عايد هني برمضان. لا يعني تدخل لفيتوا سمبوسة تقول لهم قبل رمضان بشهر لفيتوا سمبوسة، خير إن شاء الله. ترى لازم يجهزون الناس، أذكرهم نتجهزوا في مناسبة قادمة عشان واحد يكون إيجابي في أول. أنا ذكرت إن عندنا سؤال مسابقة اليوم. إنزين بقول لكم السؤال ما اليوم، بعدين بقول لكم أرقام التواصل عشان تجاوبون على السؤال. إنزين السؤال المسابقة الرمضانية، المدة الصحيحة لتفريش الأسنان هي 30 ثانية، رقم 2 إلى 3 دقائق، أم رقم 3 5 دقائق، على 4006. طرشوا أسماءكم الثلاثية وللاتصال على 600-55-1414، موجودين لايف على كاونت نور دبي على الإنستغرام فقط، ولا ترشوا على الإنستغرام أجوبة. أوكي، الإجابة فقط على 4006. إنزين، وما نختار الفائز 500 درهم. لكن أنت إيش قلتي 2 إلى 3 دقائق؟ شو أقول عيال؟ دقيقتان إلى 3 دقائق ستفوزون ب500 درهم. عموما خبرنا اليوم شو يقول دكتور؟ يقول المراتب الهوائية، المراتب يعني الدواشق يعني. يا السلام عليك، فعرفت أنت شو هاللي تقوله أيمن؟ الماترس يعني أيمن. أي أوكي، على أساس أنا فسرت الحين. المراتب الهوائية قد تكون مسؤولة عن أكثر من 100 حالة وفاة لأطفال رضع، حيث حذرت دراسة حديثة من أن المرتبة الهوائية قد تشكل خطرا على حياة الطفل إذا نام عليها. فقد أشار باحثون إلى أن المراتب الهوائية قد أصبحت خيارا شائعا بين العديد من أفراد الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المتدني بسبب رخص ثمنها وسهولة حملها، إلا أن تلك المراتب تحمل خطرا للأطفال الرضع وحديثي الولادة بما في ذلك خطر الوفاة. تقول المعدة الرئيسية للدراسة جينيفر دورينغ الأستاذة بجامعة ويسكنسون المايلوكي. شو هاي الجامعة؟ ما أعرفه محمود صراحة. ما درستي فيها أنت؟ ما شاء الله. أنا دارسة باكستان، أنا مو دارسة في أمريكا. أوكي. حتى وإن جرى نفخ المرتبة الهوائية بشكل كامل، فيبقى من الوارد احتمال أن تنضغط تبعا لوجه الطفل وتسد فتحات التنفس لديه وتؤدي لاختناقه، ويزداد ذلك الخطر مع تدني ضغط الهواء ضمن المرتبة بسبب استخدام المتكرر لها. وقد لاحظنا بأن تدني مستوى الهواء في المرتبة كان سببا للعديد من حالات الوفيات لدى الأطفال الرضع. وبحسب النظام الوطني لتسجيل وفيات الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد جرى تسجيل 108 حالة وفاة لدى الأطفال الرضع في 24 ولاية أمريكية في الفترة بين 2004 لين 2015،
وبسبب المراتب الهوائية، إلا أن الباحثين يقولون بأن الرقم قد يكون أعلى من ذلك بسبب احتمال وجود حالات غير مسجلة، حيث لا يوجد خانة في بيان الوفاة تشير إلى أن الموت حدث بسبب مرتبة هوائية. انزين، انتوا عارفين الامهات المرتبة الهوائية منتشرة ترى في معظم البيوت موجودة. انا حيدها هذا في الحوض يحطون صغري وش اسمه، لا في مراتب اخرى مثل بعد ما مثل التيوب يشبه التيوب شوية. فشوفوا 108 حالة وفاة محمود، يعني رقم جدا جدا عالي. طبعا هذا فقط من المرتبة، احنا نلغي الاسباب الثانية للوفاة، ف108 عدد جدا عالي. فمحمود تعرف هالدراسة شو تقول لنا؟ ان ما نكون مطمئنين زيادة عن اللزوم للاشياء اللي احنا نفكرها وسائل للحماية. ناس في فيديو كان منتشر في الانستغرام شفته، البنية اللي قاعدة في التيوب اللي في الحوض، تعرفون هالحين نسميه بالعامية السبوحة، الطفل يكون قاعد في النص وفي تيوب مطاطي حوالينها، البنت تنجلب وتغرق في الحوض لأنها ما تروم ترجع مرة ثانية، وهي محطوطة مفروض ضمن نظام حماية. فما نفترض أن هذا آمن 100%، وبالتالي نلغي دورنا كأهل في المراقبة. لازم تكون عيننا على الطفل في جميع الأوقات. وهالمرتبة نعرف لهم هاتش يسوون، يحطون عيالهم تروح مطبخ، تكلم تدش حمام، ترتع التليفون. ترى وفاة الأطفال تستوي في ثواني، يكفي ثواني ينجلب وتنسد خشمة وممكن يتسوي وفاة. فما نهمل الموضوع. شو الحالات الثانية اللي انتو تصادفونها دكتورة بالنسبة للأطفال الرضع اللي ممكن تؤدي للوفاة؟ السقوط محمود وايد منتشر، ان الطفل يكون على السرير وينجلب ويطيح، أم تكون حاطنه على الغنفة يلف. الأمهات يتوقعون يقولك الطفل ما يلف لين عمره 4 شهور، فعاد عمره شهرين عادي بخليه يعني. لا، الطفل ممكن صح ما يعرف يتدحرج في عمر صغير، ولكن ممكن يدز نفسه، خصوصا الأطفال المقمطين، تعرف يدز نفسه شوي ممكن يلف ويطيح. شاري مقمط، مقمط يعني مقمط، ملفوف، ملفوف بالشي يسمى بالرداء. لما احنا نلف الطفل هنسجنه من هذا الرداء على قولة تيمن، لفافة لفافة. فما نفترض يا أمهات، ما نفترض ان اي شيء آمن. لازم عين، لازم في حد مراقب للطفل وين ما يكون. في اطفال تفوفوا في سريرهم، في السرير نفسه لما محمي من جميع الجهات، انجلب وما قدر يجلب نفسه مرة ثانية، انسد خشمه وتوفى. ملفوف ولا ورق قناب. أهنيكم على روح الإيجابية ودم والضرافة من الصبح. شكرا. دكتورة، شو عن الأم اللي تربط الولد بشيلة كذا في السرير؟ ايه، ورابطة شيلة، لا بريلها عشان ما يشرد. في هالي بالهم، في هالي بالهم، لازم يربطون، وإلا الأم مسكينة بينات حلو يتمركز. لا والله حرام، هذا الياهل اللي يتحرك وايد هذا عنده نشاط وبيطلع نابغة، بيطلع إنسان يعني منتج في المجتمع. محمود شكله عندك خبرة. لا ما عندي خبرة، بس أنا أشوف ما شاء الله عيال إخواني وخواتي ما شاء الله ما يربطونهم. لا يا جماعة، ما يربطون، ما يربطون. ترى هالزمن أطفال حساسين، من تربطونهم يكبر يطلع معقد، يقول لك أمي كانت تربطني. يا ما أول عاد نربط عادي، وإحنا الحين عادي حياتنا عادية. يا ريال واحد منهم الحين يا ساعة الفطور يأكل ويناقص، يأكل ويناقص، ستبز عادي. ترى التزام الطفل، هلا ترى الأمهات هذه عقدتهم، بتقول اتينا وايد شكاية في العيادة، يقول تقول دكتورة الطفل ما يقعد على مادة الطعام مع العائلة. طبيعي ما بيجلس، طبيعي يا أمهات، لأنه يتملل، مو لأنه ما يبيجلس، لأنه يحسون بالملل. شوفوا في طريقة نعلنت الأمهات عليها، للأمهات اللي يحسون أن الطفل ما يأخذ حاجة من الأكل لأنه ما يجلس إلى مادة الطعام. ما علي، شفتي ولدك في أطفال أي عطيه معظم الوجبة قبل الأكل الرئيسي، يعني قاعدي أنتي وهو مع إخوانه وشي عطيهم الوجبة الرئيسية عقب قاعدي، عشان الأمهات يقولك لا أنا باي يتعود يقعد على صفرة الطعام. صحيح، ولكن ما يكون عن حساب الأكل، يعني الطفل أصلا ما يأكل. عطيه معظم الوجبة قبل الطعام الرئيسي مع العائلة، وقاعدي مع العائلة عطيه مثلا بعدين شوربة اللي تبين تعطينا شيء زيادة، بس عطيه جزء من الوجبة قبل، لأنه راح يتملل، ما راح يجلس، ما راح يلتزم بالقعدة. هذا شيء طبيعي، في أطفال الله هادنهم يجلسون، ولكن هذين نادرين، الباجين ما راح يجلسون. سوزان تقول اللي عندهم توم لازم ربط. الله يعطيكم الصحة والعافية، اللي عندهم توم صراحة أنتم مهات جبارات يعني. في واحدة تقول عشان تشيكلكم معقدين من اللف. لا 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 لا، التقميط زين، التقميط زين للطفل، التقميط زين، بس ها ما نبغى. في دراسة قريناها أظني من فترة في هذا الموضوع، ما أتذكر شو كانت، إن تفيد الطفل إنه هي ان الطفل يكون تكون عضلاته اقوى، تقدم يكبر، انه يساعد. ما ذكر شو كانت دراسه، بس التقميط زين للطفل، بس مره صوايد
ما فد على الحبل. في ناس تربطها بحبل محمول. كيف حبل؟ والله قام طول عقب الفونه بحبل. ها شوف ميرا تقول هي عشان يربط عدل يعني يكون سيده. لا ما انا بحبل الله يخليك امهات. ميرا هذه وين يربطون الصغاريه؟ ما كنت انا شفت ياها مربوطه بحبل. والله يربطونها بحبل. ايه عشان ما ينفتش عن القمر. آه يربطون ريولهم مساكين. هي والله تعذيب زي. تعذيب. انت ربطوتش انت صغيره؟ والله امي تقول لا بس انا شك. عموما نذكر بسؤال مسابقة ونطلع فاصل. السؤال يقول المدة الصحيحة لتفريش الأسنان هي رقم 1 30 ثانية، رقم 2 دقيقتان إلى 3 دقائق، أم رقم 4 5 دقائق على 4006 مع أرقامكم مع أسماءكم الثلاثية. دقيقتان؟ دقيقتين ما يصير دقيقتين؟ بنقول دقيقتين بعد الفاصل. أوكي فاصل مستمعينا وبعد الفاصل نتواصل معاكم عندنا مواضيع مهمة جدا. زين على 6005514414 اللي يبغي يتواصل معنا عبر الهاتف موجودين على الانستغرام لايف. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معانا في صحة وسعادة. في صحة وسعادة. طيب في عنا مداخلات من الناس ميرا ولا على طول أوكي ندخل في موضوعنا اليوم اللي هو الصيام ومرضى الصرع. طبعا مرض الصرع من أكثر الأمراض الخاصة بالأعصاب شيوعا، وهو يصاحب المريض في كافة أشهر السنة من دون استثناء حتى في شهر رمضان. يعني هو من الأمراض المزمنة التي تستمر مع المرء لفترة معينة من حياته وقد يشفى منها، وهذا يعتمد على مدى المتابعة والعلاج. راح نتحدث عن هذا المرض ومدى تأثيره على الصيام وذلك عبر ضيوفنا في الاستوديو. أنا بقدم أول شيء دكتورة فاطمة الدرويش أخصائية التغذية العلاجية بمستشفى راشد. مستشفى راشد صبحك الله بالخير دكتورة. صبحك الله بالنعم. أنا أبغيك كثر ما تقدرين تجربين من على المايك عشان بس نسمع صوتك بوضوح، وأيضا عبر الهاتف معانا الدكتور سهيل الركن. دكتور صبحك الله بالخير. سمعنا الدكتور؟ دكتور سهيل صباحك ورد. طبعا دكتور سهيل هو استشاري أمراض الصرع بمستشفى راشد. ليه ما يجلس معنا الدكتور؟ موجود ولا؟ انزين خلينا نتوجه عند فاطمة. عند فاطمة. فاطمة نحن نبتدي معاك أول شيء قبل ليه ما يجينا الدكتور على الهواء. أنا أبغي أسأل الحين مريض الصرع هل عنده نظام غذائي معين فيه لازم هو يتبعه أو حالة الثانيين؟ لا في نظام غذائي يعني ريكومندد حق مرضى الصرع، بس ممكن يعني ما يناسب الكل طبعا. يعتمد على التزام المريض على الأدوية، إذا في يعني ممكن نعطيه في حالة أن الأدوية ما ساعدت على أنه يتفادى الصرع نوبات الصرع. سو اسم الدايت هذا كيتوجينيك دايت اللي هو عبارة عن يعني هالدايت أو النظام الغذائي يكون عالي بالدهون وقليل السكريات والنشويات، ونسبة البروتين فيه تكون طبيعية. فيعتمد يعني الطاقة في الجسم حق يعني حق مرضى الصرع بتعتمد على الكيتونز اللي هم يكونوا نتيجة الدهون يعني من الدهون يعني مش من السكريات والجلوكوز. So directly يعني فنسبة الكيتونز يوم تزيد عند مرضى الصرع هذا يعني في دراسات أثبتت أنها ممكن تساعد على تقليل النوبات عندهم. طيب نحن بس عشان نوضح مفهوم الصرع بشكل عام، أنا قاعدين نحاول نتكلم مع
دكتور سهيل، لكن سبحان الله ظاهر الخط في مشكلة مرتين. عموما دكتورة، مرض الصرع شو بالضبط؟ مريض الصرع أو مرض الصرع بشكل عام شو هو؟ مرض الصرع طبعا الناس كلها تعرف أنه مرض لا علاقة بوظائف الدماغ، اللي يكون فيه كهرباء زي ما يسمون بالعامين يقولون فيه كهرباء في الدماغ، فيه كهرباء ورسائل معينة ترسل عن طريق الخلايا العصبية في الدماغ اللي تسوي نوبات الصرع هذه. طبعا مرض الصرع بالعادة يكون مرض مزمن يعيش مع الإنسان طول عمره، ولكن الشيء الزين أن الإنسان لو التزم مثلا حال اي مرض ثاني، حال السكر والضغط، في نصائح معينه دائما نقولها لمريض الصرع تساعده انه يتعايش مع المرض ويعيش معه بسلام سنوات طويله. في ناس حتى ما تجيهم النوبات الا نادره لما يمرضون او بسبب اسباب معينه، ولكن مرض الصرع لازم يلتزمون بالنصائح كما كانت، سواء كانت تغذويه نفس ما قالت استاذه فاطمه، او علاجيه لتفادي نوبات الصرع. في حاله الصيام زين الحين شو الاعراض اللي ممكن تيجي على مريض اللي عنده صرع، او ان الصوم ممكن ياثر عليه بشكل او باخر، يعني ممكن انه يجيب له هذه النوبه؟ ها دكتوره. هايبوغلايسيميا. سبب الصرع ان كيف الصيام ممكن يسوي نوبات، يحفز نوبات الصرع، اللي هو مثل ما قالت انخفاض السكر في الدم. انخفاض السكر وايد خطير على المريض الصرع، ممكن يسوي له نوبة للصرع. فعشان شي نسأل استاذة فاطمة، شو الاحتياطات لازم يسويها مريض الصرع خلال رمضان لتفادي نزول السكر في الدم خلال ساعات الصيام؟ اوكي، سو نوبات الصرع ممكن تزيد عند يعني خلال الصيام، وهالشيء لانه يعني في رمضان طبعا اوقات الاكل تتغير، ممكن اوقات حتى الادويه، يعني متى ما هو كيف متعود ياخذ ادويه المريض، ممكن اوقات الادويه تتغير، مثلا يصير في اجهاد اكثر للجسم. صحيح. فكل هالعوامل ممكن تزيد احتماليه ان الصرع ممكن يعني يصير اكثر. وبعد اذا طبعا النظام الغذائي ما كان متوازن في شهر رمضان ممكن هالشيء يزيد. كيف يعني يكون متوازن؟ شو يفطر وشو يتسحر؟ هو المفروض ان مرض يعني مريض الصرع ما يغير نظام الغذائي اللي كان ماشي عليه قبل، يعني مثل ما قلنا هالكيتوجينيك دايت اللي هو غني بالدهون وقليل في السكريات والنشويات. هي ونفس الوقت انه يعني يتاكد المريض انه يتفطر عدل ويتسحر وياخذ وجبات خفيفه، يعني ما مو بانه يمشي على وجبه واحده في اليوم او انه يغير نظام الغذائي انه خلاص رمضان وبياكل اللي هو يعيبه. انت قلتي اكل غني بالدهون، شو المفروض، شو الاكلات المفروض يحرص عليها؟ شو الاكلات الغنيه بالدهون؟ طبعا تكون دهون غير مشبعه عشان ما يرفع بعد الكوليسترول. شو الاكلات لازم الناس الحين تفهم؟ لو قالت غنيه بالدهون بيصيرون بيقلون السمبوسه، لا، هي مو قصد قلوا السمبوسه، قصدها الطعمه الغنيه بالدهون الطبيعيه الغير مشبعه. لفيتوا سمبوسه حق رمضان؟ الناس لفوا، خلصت سمبوسه لفوها قبل رمضان. مثل الزيت، الزيتون نفسه، بعض انواع المكسرات ممكن شوية زبدة بس مو بنكثر طبعا لأن هي بعد غنية بالدهون المشبعة. ممتاز. اللو فات مايونيز طبعا اللي يكون مايونيز اللي من الدهون يعني النباتية، ما يكون مثلا أوليف أويل ولا من الكانولا أويل. طيب يقولون الأكل، نوعية الأكل ممكن تأثر على نفسية الواحد، صح هذا الكلام؟ يعني في أكلات على قولتهم مثلا الشوكليت يجيب السعادة، طيب بس هو طبعا هالشيء ما بصح. النظام الغذائي الصحي المتوازن اللي فيه كل العناصر الغذائية هو اللي المفروض أن يخلي الإنسان يعني نفسيته أحسن. نوبات الصرع لها علاقة ببعض الأشياء النفسية اللي ممكن يمر فيها الإنسان دكتورة؟ ما تعرفين؟ لا محمود، قولي السؤال مرة ثانية. أي عشان ما تشغلين بالتليفون. نوبات الصرع لها علاقة ببعض العوامل النفسية؟ نعم، لها علاقة ببعض العوامل النفسية، بس كيف نقول عوامل نفسية؟ هي مو بعوامل نفسية داخلية، يعني مثلا الضيج الشديد ممكن يسوي نوبات صرع، بس بالعادة مريض الصرع ترى ممكن تحفز النوبة عنده من المؤثرات الخارجية أكثر، الإضاءة الشديدة، التغير الشديد في درجات الحرارة ممكن تسوي له نوبات الصرع. الضيج يستوي بس لازم يكون الضيق الشديد جدا جدا، زائد
بعض الأمراض المصاحبة للصرع. الناس اللي عندهم سكر مو منتظم، ضغط مو منتظم، ممكن يحفز. ترى جسمنا يتعامل مع الأمراض كوحدة متكاملة، يعني ما نقول أنا عندي صرع وألغي وجود أن عندي سكر، عندي كوليسترول، عندي ضغط، كله يتماشى مع بعضه. فإحنا لما يكون عندك صرع ويكون عندك أمراض ثانية، تلاحظ إحنا ما نركزك فقط على الصرع، ما نعطيك فقط نصائح لها علاقة بالصرع، ولكن ننظم لك أول شيء الأمراض الثانية اللي عندك عشان يأثر وينعكس على الصرع. ذكرني محمود أعطيكم نصائح للمرضى الصرع قبل نهاية الحلقة. إن شاء الله. الوالدة كانت تعاني صداع المزمن، وبعدين عانت من حالات تشنج وصرع لعدة سنوات، وأخيرا صار لها جلطة دماغية وسووا لها عملية. هل هذه حالات تسلسلية لنوبات الصدع الصداع؟ تقصد يمكن الصرع؟ يمكن هي الصداع ولا الصرع؟ الصرع يمكن. عموما شكرا لاستضافتكم دكتورة فاطمة، وتحية دكتورة ندى ومحمود. أتوقع هو قصد الصداع وليس الصرع. الصداع يا جماعة ترى لا أسباب كثيرة. في صداع العادي كل حد يلك اليوم بسبب يعني ما يلك اليوم، يعني الصداع العادي إحنا يعني بين فترة وفترة، فترة يعني فترة. ممكن يصاب في أي حد. وفي الصداع الشديد اللي إحنا دائما نقول المريض ما يهمله، صداع اللي يوعيك من النوم الصبح أو يوعيك من النوم في الليل، صداع المزمن ما يروح حتى بالأدوية، اللي يكون مع زغللة في العين، اللي يكون فيه ثجل كثير في العين، حتى صداع النصفي المزمن نقول لازم واحد يسوي أشعة مقطعية واحدة للرأس للتأكد إنه ما في. في نوع من أنواع صداع ممكن يكون بسبب خلل في الأوعية الدموية في الدماغ، تسوي ارتفاع في ضغط الدماغ وبالتالي يكون عندك صداع. فاحتمال والدة كان عندها، إذا كان عن الصداع هالسؤال. في أنواع من الأكل تسبب الصداع؟ نعم الصداع هي dehydration ممكن بعد الجفاف. الجفاف أكبر سبب للصداع. تعرف ليش الجفاف يسوي صداع يا محمود؟ بشرح لكم. لما الناس في رمضان هي صداع من الجفاف، ليش؟ الجفاف يسوي زيادة في لزوجة الدم في الدماغ، يستوي الدم لزج، فيستوي مروره في الأوعية الدموية في الدماغ بطيء، بالتالي الدماغ لا يستطيع الاستفادة من الأكسجين والمواد الغذائية الموجودة في الدم. عشان كذي لما يكونون عندكم يكون عندكم صداع شو نقولكم؟ خذوا الدواء، اشربوا وراء كوبين ثلاثة ماي عشان تزيد يقل لزوجة الدم ويستوي الدم أسهل في المرور، بالتالي خف عنكم الصداع. إذن سؤال حلقتنا اليوم، المدة الصحيحة لتفريش الأسنان هي 30 ثانية، دقيقتين لثلاث دقائق، خمس دقائق. أرسال الإجابة على 4006 فقط. وأيضا اللي فازوا معانا في بداية رمضان لين اليوم، طبعا لين الحين بيتصلون فيكم أو اتصلوا فيكم وقالوا لكم أنكم بتستلمون جوائزكم إن شاء الله قريبا، فمنخبركم بآلية استلام الجوائز. يعني أتصور الهيئة حاطة بعض الآليات، ممكن مع الأسبوع صحيح. هذا احتمال أن تبتدي عملية تسليم. مبروك عليكم 500 درهم. إنزين، فبتخبركم منخبركم عن طريق الاتصال إن شاء الله كيف ممكن تستلمون هذه الجوائز. نحن نطلع فاصل، بعد الفاصل ما رجع نكمل مواضيع حلقتنا اليوم، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. فاصل وراجعين. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. سؤال حلقتنا اليوم يقول المدة الصحيحة لتفريش الأسنان هي رقم 1 30 ثانية، رقم 2 دقيقتين لين 3 دقائق، أم رقم 3 5 دقائق؟ على 4006 مع أسماءكم الثلاثية. انزين الإجابة فقط على 4006 يا جماعة، فقط وليس على الانستغرام. عموما شو بغيت أقول كان في أسئلة على الانستغرام محمد، هي وايد أسئلة على الانستغرام كانت تتكلم. لكن دكتورة خلينا نرجع لموضوع الصرع، وما نتكلم بعد عن بعض النصائح الغذائية لي يعني مرضى الصرع بشكل عام، وأيضا بعض المحفزات اللي ممكن تساهم في نوبات الصرع أو بوجود نوبات الصرع. فخبرية دكتورة، أول شيء هل في أنواع من الأكل ممكن أن تحفز الدماغ على أن تي نوبة صرع، أو ممكن أن تخفف من نوبات الصرع؟
في أدوية ممكن أنها تحفز، بس طبعا يعني ها مو بشيء يمشي على الكل يعني. خبرينا بشكل عام يعني شو المفروض يسوونه؟ يعني الكافيين، كثرة الكافيين ممكن تحفز. بعض الأطعمة اللي تتكون من المونوسوديوم جلوتامين، مثلا الملح الأحادي اللي يسمونه الصيني أظن أو شيء لاسم، تعرفونه مونو الأحادي، الملح الأحادي بعض مكتوب عليه يكون في الجمعيات اللي تشترونه مو زين. وبعض الأطعمة طبعا بكثرتها يعني في أبحاث تقول، بس مو معناته يعني هالشيء يمشي على الكل، ممكن بكميات كبيرة جدا ممكن انه يحفز. الوالنتس ممكن الجوز ممكن يسبب كثرته، مثلا الطماط، الأجبان اللي تكون الصفرة، الشدر والمعالجة. ترى يا جماعة في فرق بين الجبن الأبيض والجبن الأصفر، شو الفرق؟ الجبن الأبيض هو الأكثر صحة، الجبن الأصفر الشدر وهذا اللي يكون معالج ويكون في عالي في الدهون، فالأفضل دائما الجبن البيضة. صح الكلام؟ أنا أثق في كلامك أكثر من كلامها. لا صح، لأن طبعا هذيك تكون بروسست يعني ما تكون طبيعية. كل مرة يسأل يقول لها صح كلامها. لأن هذه المرة قلتي كلام لا هي نسيتي شو قلت، ما أتذكر والله الموضوع، بس كان شو اسمه، اختلاف وجهات نظر حبيبي، هذا طب، هذا طب وصحة وعلوم، ما في اختلاف وجهات نظر، في دراسات حبيبي. هذا في ممكن... ناس يقولون نيكوتين ايضا ممكن يحفز نوبات الصرع. شو علاقة الصرع بلعيبة الكورة؟ شو العلاقة؟ يمكن من كثر ما يضربون هيتات. لا مو بلعيبة الكورة ترى، بالعادة لا. ملاكمة مصارعة اكثر ناس يهم، لان من كثر الضربات يلقونها في الراس وما يكون عندهم حمايه، ما ادري ليش ما يلبسون حمايه، يعني على الاقل البسوا هلمت يا جماعه وانتم تلعبون، يعني لازم الاصابات هي ممكن تجيب نوبات صرع وشلل رعاشي الباركنسون. كل شيء بتغير على كيف الدكتوره، كل شيء على كيف للامانه. انزين، ممكن الصرع يصيب الانسان بالتقدم بالعمر؟ لا، ممكن في اطفال عندهم الصرع لا ياتي مع التقدم في العمر، لا ياتي في اطفال عندهم، في اطفال صح؟ في اطفال بسبب الحراره بس. عادي اذا الطفل عنده حراره عاليه وتجينا نوبات صرع هذا عادي. انزين، انا عندي سؤال الحين وايد مهم. اذا انا شفت واحد يتى نوبه صرع قدامي شو اسوي؟ اقرا عليه؟ لا محمود، الناس عبالها، الناس كان قبل عبالها في جن صح؟ وما في جن، هو نوبة صرع. أهم شيء أو ما تلاقي واحد نوبة صرع تجلبها على طرف، ما تخلي نايم على ظهره أو على بطنه، يكون على الطرف. ليش؟ لأن نوبة الصرع تخلي ممكن اللسان يقع على خلف الحلق ويسد مجرى التنفس، خلوه على طرف ولا تحاولون تيودون أن يوقف نوبة الصرع. تعرف الناس يسوي محمود، يود إيده أو ريله عشان ما يتم يهز من نوبة الصرع، لا هذا خطأ، ممكن تضرونه، لأن نوبة الصرع ممكن مع هذا ممكن تسوون كسور، فخلوه على يم وعلى طول اتصلوا للطوارئ دائما. لا تحاولون تبطلون حلجة، لا تحاولون تعطونا أي شيء، في ناس يقولك بعطيه ماي، لا ولا شيء، ليه ما تخلص نوبة الصرع الأأمن لكم ولا ليه ما تخلص نوبة الصرع، لا تعطونا ماي ولا عسل ولا ماي مقري عليه ولا شيء، ترى وخلت تخلص نوبة الصرع. أهم شيء ماي مقري عليه، لا تعطونا، أنا عارف شو الناس يبالها يضربونه بعصا مسكين. هي كانوا قبل يضربونه بعصا مسكين، يحسبون في جن. لا ما في إني والله. طيب الدكتورة زاغت ترى، صدق يعني كانت تيسو، ما كان في جهل يعني في هذا الموضوع. فاتصل في الطوارئ وخلوا على جنب وبس، لا تعطونا ولا شيء. إنزين، شو الأدوية اللي يأخذها مريض الصرع؟ إنزين، في رمضان كيف تستوي؟ كيف تتحول دكتورة؟ قولي لي أنت. إيه، كيف ممكن واحد يأخذ أدوية الصرع؟ قصدك يعني توقيت الأدوية؟ هي المفروض إنه هو المفروض إنه قبل رمضان فترة يعني يحاول المريض إنه شوي يعود جسمه إنه يأخذ يعني على هالتغيير اللي بيصير، إنه مثلاً على المغارب، على مثلاً نهاية اليوم بعد السحور. سو المفروض بس إنه هو يلتزم على نفس كمية يعني دوز الدواء، ويحاول إن التوقيت يكون نفس الشيء، ونفس ما قلنا إنه يحافظ على نفس نظام أكله، إنه ما يكون هالتغيير مرة واحدة خلال رمضان عسب ما يكون شوك حق الجسم. أنزين، يعني الحين أبغى أسأل، هل في انخفاض مستوى السكر في الدم؟ هل له علاقة مع شدة نوع نوبة الصرع ولا لا؟
لا ما له علاقة، هي تحفز نوبات الصرع، والصرع ترى درجات وأنواع، بس ما يحفزها يعني سبب معين، يعني مو بالسبب اللي يحدد لك شدة نوبة الصرع على حسب علمي. انزين، عساكم خير وعافية، مبارك عليكم ما تبقى من الشهر، شكرا لكم، السلام عليكم. سلام ما أقدر أقول هالكلام يا أخي. انزين، فيتامين دال، شو سبب نقصه في الجسم؟ فيتامين دال، سبب نقص فيتامين دال في الجسم، سبب نقصه في جسمنا هو بيسكلي نحن نعيشين في جو شوي حار، يمكن ما نتعرض لدرجة يعني للشمس بالمدة المطلوبة، حتى التوقيت ما يعني الكافي ما نكون نحن تحت الشمس، وحتى لو نكون طبعا نكون متغطين أكثر. ثاني شيء نحن يعني كل على حسب السكين تون مال كل حد، درجة البشرة يعني أبيض أفتح أسمر، يعني حسب درجة البشرة يتم امتصاص فيتامين دال من الشمس، يختلف من يعني من بشرة للثانية. فصار الحين الاعتماد أكثر على المكملات الغذائية، المكملات الغذائية السبلمنت أكثر من الأكل، بس طبعا في أكلات لازم نأخذها بكمية، خصوصا الأكلات المدعمة بالفيتامين دي، إذا نأخذها بالإضافة إلى السبليمنتس والتعرض الكافي للشمس إن شاء الله يكون أوكي. أنت ما شاء الله شغالة مثل مترجمة مال قنوات إخبارية. مترجمة حق فاطمة. ترى مرات أنا تعودت من طلعت صحة وسعادة على أستخدم المصطلحات العربية، قبل كان طبعا نفس الحال، مصطلحاتنا الأجنبية تطغى على لغتنا، ولكن الحمد لله على النعمة حنترجم للناس. انزين، شو اللي يساعد على امتصاص هذه الفيتامينات في الجسم؟ يعني ساعات ممكن واحد الفيتامينات هذه موجوده في جسمه زين، لكن الجسم ما يمتصها. مرات ممكن محمود يكون في خلل في امتصاص الفيتامينات، والناس اللي مسوين عمليات قص، خلينا نسال خبيره التغذيه يعني عندنا هي بتخبرنا، حنعطيك من ناحيه طبيه بدون ناحيه تغذويه. انا بترجم لك صح كلام دكتوره ندى، صح كلامها؟ يعني صدقها خلاص؟ أوكي دكتورة كملي. عدم امتصاص الفيتامينات يا جماعة من الجسم يكون في خلل في الامتصاص نفسه، يكون بالعادة عند الناس اللي عندهم عمليات جراحية مسوي تحويل مسار وقص، هذي يكون عندهم أعلى نسبة من عدم امتصاص الفيتامينات في الجسم، عشان شي حنعطيكم مكملات غذائية عشان يعوضكم بدل ضعف الامتصاص اللي يكون عندكم. بس بالعادة كل الناس تمتصل فيتامين في جسمهم بشكل طبيعي، وبالعادة ما نحتاج مكمل غذائي إذا أكلنا كامل. دكتورة فاطمة، شو أعراض نقص فيتامين دال؟ وايد ناس يشتكون مثلا من آلام في المفاصل، في يعني ممكن تستوي لهم كسور يعني بشكل يعني على أي مثلا طيحة أو أي هذا ممكن يكون their bones very يعني كيف ترجم يلا. يكون عندهم حشاشة عظام لأن فيتامين دال له علاقة بامتصاص الكالسيوم في الجسم. أوكي فدائما ننصح أن الكالسيوم مغنيسيوم فيتامين دي يكونون مع بعض. So how can I know أن فيتامين دال موجود في جسمي بشكل طبيعي؟ سوي تحليل. هي لازم تسوي تحاليل دورية عشان تشيك على مستوى الفيتامين دي. سوي تحليل يا جماعة. إنزين، لازم تحليل الدم يعني تبين نسب الفيتامينات، ها؟ طبعاً. إنزين، سؤال حلقتنا اليوم يقول المدة الصحيحة لتفريش الأسنان هي رقم 1 30 ثانية، رقم 2 دقيقتين، 3 دقائق، أم رقم 3 5 دقائق؟ على 4006 بنسحب بعد 5 دقائق أو 3 دقائق حتى. 3 دقائق وبنوقف إن شاء الله استقبال الإجابات. طرش الأجوبة. شو الصرع؟ هل له اسم آخر؟ كيف يصيب الإنسان؟ أبو حمدان ولكم الشكر. ما هو الصرع؟ الصرع هو عبارة مثل ما قلنا خلل في كهربائية الدماغ، في عمل الخلايا العصبية في الدماغ. شو كان السؤال الثاني؟ إذا عنده اسم ثاني؟ إبليبسي، اللي نعرفه بالإنجليزي اسمه إبليبسي، بس ما أظن في اسم ثاني بالعربي. كيف ممكن واحد يصيب فيه؟ ممكن يكون بعض في ناس يولدون في بهالخلل موجود عندهم، في طبيعي يسوي في الأطفال حتى عمر 5 سنوات مع الحرارة العالية، وهي نصيحة يا أمهات لين عمر 5 سنوات مرة أو مرتين هذا شيء طبيعي يستوي مع الطفل، ولكن حالات الصرع أكثر عن شيء إذا صارت من غير حرارة، إذا كملت مع الطفل بعد 5 سنوات لازم يروح يشوف طبيب مختص بالأمراض العصبية للأطفال. مختص ولا مقتص؟ مختص مختص. لأن في فرق ترى
مقتص؟ لا لا مختص. وفي بعد بعض الحوادث، الناس اللي يسوون حوادث كبيره مثلا لا سمح الله يصير اصابات في الراس، اللي يلعبون العاب عنيفه مثل المصارعه، ممكن يحفز عندهم الصرع. اوكي فيري جود بروجرام اند ثانكس تو اول. هذا الناس الانجليزي ايه هذا اللي حولتي انجليزي الحين دكتوره، قام يطرش لنا شو اسمه انجلش وعربي مالتي زين. انا فيني خمول وكسل، طلع الفيتامين 27 والمفروض اعتقد 30 وفوق. طيب اكيد في اعراض، لا وين التحاليل نسويها؟ يا جماعه مو كل خمول وكسل نعزوه الى نقص الفيتامين د. خمول وكسل بسبب اسلوب حياتنا، ان احنا ما نمارس رياضه، احنا ما نتحرك، ما نحصل على كفايتنا من النوم، ما ناكل اكل متوازن. متوازن شو معنى؟ يعني ما اكل 3 وجبات في اليوم. في ناس تطوف الريوق تتعشى الساعه 1 من الليل، هذا يساعد في الخمول والكسل، وليس كل خمول وكسل له علاقة بالفيتامين د. وين التحاليل نسويها؟ نسويها في أي عيادة، العيادة تابعة لها. وحياكم الله في البرشة، أنا عارف محمود يباني أقول حياكم الله في البرشة. مثل ألم في المفاصل الخمول أو الظهر شيء شي صح؟ هل والله كل يوم ربع ساعة يمكن ربع ساعة في شو؟ رياضة؟ ما أظني في الرياضة حسب كلام الدكاترة. أنا أطلع طلع فيتامين د 8، المفروض يكون من 25 الى 30 فيتامين د 8. في ناس واحد محمود، في ناس يعني واحد هادي. لا اله الا الله. سبب فقر الدم؟ سبب فقر الدم في وايد اسافي، اسباب وراثيه، في فقدان الدم، في نقص الحديد، في سوء التغذيه، وايد الاسباب. زين 20 وايد رازه، هذا كلهم قاموا يتكلموا عن فيتامين د. متى موعد الرياضه في رمضان، قبل ام بعد الافطار؟ السؤال الازلي اللي نحن نتكلم عنه. سوينا عليه مسابقه محمود. قال لي دكتوره فاطمه قبل او بعد؟ ويفضل اذا كان بعد يكون بعد ساعتين من الافطار، مش داير مو على طول بعد الافطار. واذا بيكون قبل يكون خلال اخر ساعه او نص ساعه من قبل الافطار على طول. عشان الناس اللي ما عندهم امراض هي طبعا اللي عندهم السكر لا ممنوع قبل الفطور. طيب شو الافضل الحين بعد الفطور بساعتين مع الجو هذا؟ بعد الفطور محمد بساعتين. إنزين ما حد يتفلسف يعني يصير لي قبل الفطور ويصدع ويطيح. حتى لو بيروح قبل طبعا مثل ما قالت الدكتورة يكون يعني داخل ما ببرع ويكون شيء يعني وايد خفيف، يعني مثلا مشي خفيف، هي مو كارديو هل على حمل الأثقال وهذا، لا قبل لا. الفطور صعبة. كلام الحمد لله كلام الدكتورة صح الصح، مطوفين الريوق ومخرين العشاء ويعشقون الرقاد. يعني شوف هذا سبب ان يكون عندنا خمول وكسل، يوم نسوي التحاليل كل شيء طبيعي ولكن اسلوب حياتنا. تكلمنا عن اعراض نقص فيتامين د، انا احاول امتن بس مو بقادر، شو رايكم بعد الجيم بروتين وابر؟ لا لا نريد لا بروتين ولا ابر. انت تفضلي. ما نبغى بروتين ابر. هي ما نبغى ابر طبعا. البروتين ممكن ناخذ البروتين الطبيعي من الاكل، يعني يزيد نسبه البروتين من الأكل، اللحوم مثلا، الأسماك، البيض، الدجاج، نزيد نسبتها ونركز على يعني مثل ما قلنا مرة ثانية النظام الغذائي المتوازن. نظام الغذائي المتوازن. إذا الحين قبل أن نختم معاك دكتورة خبرينا شو النصيحة اللي تبغين توجهينها للناس بالعربي الله يخليك. هو بشكل عام بس ان خلينا نقول ان يعني نحاول نحافظ على النظام الغذائي، يعني مش عشان مثلا مناسبه معينه ولا عشان عرس ولا عشان عيد عيد سو نحاول طول السنه يعني الرياضه تكون باستمرار لو نص ساعه في اليوم، الاكل يكون متوازن، ناكل 3 وجبات رئيسيه وجبتين خفيفات وفواكه خضروات، يعني الأكل اللي دائما نشجعكم أنكم تأكلونه. إذن شكرا لك دكتورة فاطمة درويش أخصائية التغذية العلاجية بمستشفى راشد. نحن اليوم ما شاء الله نوعنا في الأسئلة، ما سألناك على الموضوع المختص بس لأن كان مفروض يكون معانا دكتور سهيل بعد ندخل بشكل أكبر، لكن ما شاء الله عليها دكتورة ندى ما قصرت.
وانت بعد ما شاء الله ما قصرت معك الدكتورة ندى في الترجمة زين مشكورين ما قصرتوا. نسحب على اسم لها نقول اسم الفايز معانا. الجواب الصحيح ترى دقيقتين ثلاث دقائق. الفايزة لمية محمد حميد. قولي السؤال. قلت له المدة الصحيحة لتفريش الأسنان هي من دقيقتين ثلاث دقائق. الإجابة الصحيحة الإجابة الثانية كانت فايزة لمية محمد حميد. ألف مبروك لك يا لمية، فزتي ب 500 درهم مقدمة من هيئة الصحة في دبي. يعطيكم العافية مشكورين. من وين نقدر نحصل على فيتامين دال؟ في الصيدلية موجود وايد موجود. انزين هاي الفترة المناسبة لإجراء فحوصات فيتامين دال يعني في السنة كم مرة دكتورة؟ مرة واحدة. ها الحين رياضة تسوق موترك وانت لابس جوتي رياضة، بس يوم تنزل تبلش تسوي رياضة. من وين هذا؟ قالت سو عربي بليز. انزين يعطيكم العافية مشكورين ما قصرتوا. طبعا شكرا لكل من تفاعل معنا في هذه الحلقة. وزني 135، شو العملية المناسبة للتخلص من الدهون؟ هات تسأل دكتور خماس. خلص عاد البرنامج ولا كنا نحن بنحاول نتصل في دكتور خماس نخليش اسمه يكلمك. لكن عموما دكتور علي خماس ألف تحية له. عموما وصلنا لختام حلقاتنا اليوم، على أمل نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع الجديدة. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العري، وكانت معنا في التقديم بعد كذلك دكتورة ندى الملة. شكرا لك دكتورة. شكرا لك يا محمود. شكرا لك يا أيمن سرحيل مخرجنا، وكل الشكر لميرة الغفلي اللي دائما ما تضيف لنا الكثير في حلقتنا. شكرا لك يا ميرة. إلى الملتقى ودمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.